يعني هي تجربة ناجحة، نمط ناجح لشعبنا الفلسطيني، بدأت قديما ولكن في الانتفاضة الأولى عندما كان القرار الفلسطيني والكل الفلسطيني تفكيك كل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، فسحت المجال هذا القرار لكل الأجسام الوطنية للنمو وأن تتعزز وتم تقويتها، والآن هي أحد العناصر المهمة من شعبنا الفلسطيني في تعزيز صمود شعبنا وتعميق العلاقة ما بين المزارع والأرض، وتجربة إن شاء الله أنها مستدامة لأنها أصبحت عمرها 35 عاما تتطور وتتقدم للأمام. فكل الاحترام بنبارك لهم على هذا اليوم وإن شاء الله أن يستمروا أكثر من ذلك. أنا حقيقة وكبت الإغاثة الزراعية منذ تأسيسها، وأعتقد أنها لعبت دورا كبيرا في صيانة الأرض وصيانة الهوية، وأيضا إيجاد حراك اقتصادي يعود بالفائدة على المزارع وعلى الإنسان البسيط. لكن إلى جانب ذلك كان لها للإغاثة الزراعية أدوار وطنية هامة جدا وبارزة في كل المفترقات والمعارك التي خاضها شعبنا، سواء في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية أو حتى في الفترة الأخيرة في بعد مسيرات العودة في غزة. كانت الإغاثة الزراعية العنوان الذي من خلاله نحن حولنا الإغاثة والمساعدات لشعبنا في غزة عن طريق الإغاثة الزراعية، وهذا الأمر يعود لمصداقيتها الكبيرة ولتجربتها ولحضورها الجماهيري ولالتصاقها بالهم هم المواطن البسيط. نحن نحيي الإغاثة الزراعية في عيدها 35، وعندما يأتي يوم وتقوم الدولة وننظر إلى الوراء كيف قامت هذه الدولة سيكون صفحات بيضاء وناصعة للإغاثة الزراعية. يعني رسالة الإغاثة الزراعية هي ضرورة التجذر في الأرض كجزء ومكون أساسي من مكونات الوحدة ومكونات التحرر، مشروع التحرر الوطني. بلا أرض لن يكون هناك دولة ولن يكون هناك وطن، بالتالي الحفاظ على الأرض هو يعني العنوان الأساسي للمرحلة السابقة وهو ما زال نفس العنوان للمرحلة القادمة. ورسالتنا طبعا الأخرى هي أنه نسعد بشراكة الناس، نحن موجودين لخدمة الناس، نسعد برؤياهم، نحتفل معهم في كل مكان، ننتقل لنحتفل معهم ولا ندعوهم للاحتفال معنا في المركز، وإنما ننتقل حيث وجدوا لنحتفل سويا بهذا الإنجاز. اليوم يوم فرح، اليوم في طول كرم الكرميون يحتفلون بالذكرى 35 لإعادة لتأسيس الإغاثة الزراعية الفلسطينية، هذه المؤسسة الرائدة التي ولدت من رحم المعاناة زمن الاحتلال، كانت وما زالت أداة من أدوات تعزيز صمود المزارع الفلسطيني. رسالتنا الإغاثة الزراعية باقية وستواصل عطائها، لأن هناك حاجة ماسة وضرورية لوجود مؤسسة رائدة تحمل مثل هذه الأفكار. هي أداة من أدوات تعزيز الصمود، هي صديقة الفلاح، هي التي حملت ملف الأرض، والأرض هي محل الصراع بيننا وبين الاحتلال. الإغاثة الزراعية تقول في هذا اليوم شكرا لشعبنا الفلسطيني الذي احتضن الإغاثة، شكرا لكل المتطوعين، شكرا لكل الناس الذين ساهموا في بناء هذا الصرح الكبير، وأيدينا بأيديهم سنواصل عملنا نحو مستقبل أفضل لنمكن المزارع الفلسطيني، لنبني قدرات المزارع الفلسطيني حتى يكون أقوى في مواجهة سياسة الاقتلاع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. يعني إحنا اليوم بنحتفل بمرور 35 عام على مسيرة الإغاثة الزراعية، هاي المسيرة الحافلة بالتنمية والنضال والتي تثبت صمود المزارع الفلسطيني. إحنا اليوم بنوجه رسالة لكل الجماهير الفلسطينية والمزارع الفلسطيني بالدرجة الأساسية، نقول له إنه إحنا الإغاثة كإغاثة زراعية معه دائما وسنبقى، ومسيرتنا مستمرة وسنستمر في العطاء ما دام هناك عرق ينبض في الإغاثة الزراعية. يعني الحقيقة إحنا جمهورنا الرئيسي للإغاثة الزراعية هم الناس المزارعين، النساء، الشباب، المجالس القروية. نحن نفتخر أنه منذ تأسيس الإغاثة الزراعية الفلسطينية من العام
83 لليوم مرور 35 عام طبعا، هو تعزيز العنوان تاعنا، تعزيز صمود الناس، تحقيق التنمية المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كونك من المؤسسين للإغاثة الزراعية، حدثنا عن بداية البداية تأسيس الإغاثة طبعا كانت على أيدي مجموعة من المتطوعين المهندسين الزراعيين في أريحة في عام 83، والإغاثة طبعا مرت في مراحل طويلة. الانتفاضة الأولى كانت تركز على الاقتصاد المنزلي ودعم النساء ودعم المزارعين وبرامج الإغاثة والطوارئ. في مرحلة التسعينات تطورت المؤسسة بشكل كبير، وكان في عندنا جمعيات زي جمعية الهيدروجين الفلسطينيين، استقلت اتحاد المزارعين، استقلت جمعية تنمية المرأة الريفية، فصار عندنا مجموعة من المؤسسات الشريكة على مستوى الوطن اللي بتقدم الخدمات المختلفة للجمهور الفلسطيني. باسمي وباسم إدارة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور مروان عورتاني، نبارك للإخوة في الإغاثة الزراعية حفلهم الكريم. حقيقة أن الإغاثة الزراعية وعلى مر السنين قد بذلوا جهود مشرفة، والكل يشهد لهم بما بذلوه من جهود، فكانوا في جميع المواقع، عملوا على تخضير الكثير من الأراضي، وكانوا في الخط الأول لمواجهة الاستيطان. نبارك لهم هذا الحفل، ونتمنى لهم كجامعة فلسطين التقنية نتمنى لهم كل التوفيق. نحن في جامعة فلسطين التقنية تربطنا بالإغاثة الزراعية علاقات وطيدة، فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات بالشراكة ما بين كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في الجامعة والإغاثة الزراعية، ونحن نعتز ونفتخر بهذه الشراكة ونتمنى أن تستمر وتدوم طويلاً.